السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حورية شانيل شانيل. نتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم بغرير كيجي كيف الشهدة كيف ما كتشوفوا. طريقة سهلة وبسيطة وراه ناجح 100%. ما كيحتاج لا اختمار لا حتى شي حاجة. كنخلطوه كنطيبوه ديريكت كيف ما كتشوفوا كيجي زوين. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وندوزو المقادير وطريقه. اول حاجه غادي نديروها هي غادي ناخد معلقه ونص ديال الخميره حبيبات، معلقه صغيره ونص، غادي نزيد عليها شويه الماء باش تذوب شويه. غادي ناخدو كاس كبير ديال دقيق الفينو، غادي نضيفو عليه نص كاس بنفس العبار، هو كناخدو نص كاس كبير ديال الدقيق الناعم، غادي نضيفو عليه نصف كاس سميدة رقيقة كيف ما كتشوفو. كبيصة ديال الملحة، كنضيفو عليهم خميرة الكيماوية بيكن باودر، وكنخلطو الخليط بحال هكا. ودابا كنجيبو الماء، من بعد ما دفيناه، أنا هنا عندي كاس كبير ديال الماء، غادي نخلط مزيان، غادي نزيد كاس كبير اخر نفس العبار، وانا كنخلط من طبيعة الحال. غادي نضيف الكاس الثالث كما كتشوفوا، نضيفو الماء تدريجيا حتى تنشوفو القوام كيفاش داير. كما كتشوفو انا هنايا في هاد المقادير اللي عندي احتاجت 3 الكيسان كبار ديال الماء. هذا هو القوام ديال البغرير ديالنا. غادي ندوزو الخلاط الكهربائي، غادي ناخد الخلاط الكهربائي غادي ندير فيه الخليط. تقدروا هاد العمليه ديروها ديريكت في الخلاط الكهربائي، انا فضلت نخلطو بفوي عاد غنديرو في الخلاط الكهربائي، غادي يضرب شويه ونرجعو من بعد. تشوفوا هذا هو القوام ديالو، كيجي زوين وراه كي تطحنوه تقدروا تطيبوه ديك الساعات، ما يحتاج لا اختمار لا حتى شي حاجه. ودابا غادي ندوزو لطريقه الطهي ديالو. انا هنا درت المقلاه ديالي تسخن على عافيه متوسطه، غادي ناخد الخليط كنحركوه قبل ما نبداو نهزو الكميه اللي بغينا. غادي نبدا، هذه الكميه اللي كندير انايا، بسم الله. كيف ما كتشوفوا ها هو بدا كيتقب، راه كيجي كالشهده وكيجي خفيف. نتمنى انكم تجربوه، يعني صراحه ماشي كلشي كيصدق ليه البغرير. كما كتشوفوا كيجي متقب، نعاودو ناخذ واحده اخرى.
هي دي كتقب، كيف كتشوفو كيجيو التقيبات بحال الشهدة، راه كيجي زوين والمقادير راهم مضبوطين. نتمنى انكم تجربوه كيف ما كتشوفو معايا، كيجي بحال هكا. هنستمر بهذه الطريقة. غادي نستمر حتى نسالي الخليط اللي عندي ونتلاقاو من بعد. ها هو ده البغرير وجد، كيف ما كتشوفوا راه الكميه وفيره كيف ما كتشوفوا، ومازال باقي عندي يعني كيخرج بزاف. هاك رافقته مع الزبده والعسل، كيف ما كتعرفوا هو كيمشي مع الزبده والعسل. نتمنى ان البغرير يكون الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في كومونتير. ما تنساوش ديروا ليا جيم سبسكرايب، واللي ما تشاركش في القناة ديالي يشارك فيها، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.